بقران الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بحضور الأصدقاء والأقارب في جو عائلي، وحفل زفافها هيكون في مايو المقبل. محمد وقول له بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الطمأنينة والتقوى اللي خارجة من شفايفه؟ قلبه عامر بالإيمان صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإني استخرت الله العظيم وتوكلت عليه وقبلت الزواج من موكلتك وكريمتك ابنتك الآنسة ريم عبد ريم سامي البكر الرشيد المسلم. قبلت زواجها لنفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مستوفي كافة الأركان والشروط وبشهادة الشهود وجميع الحضور، والله تعالى خير الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، صدق الله العظيم. يلا كلنا يا حضرات نقول للعروسين زي ما تعلمنا من سيدنا النبي: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقبل عندكم جميعا إن شاء الله. وفلذة كبدي ابنتي الآنسة ريم سامي البكر الرشيد المسلمة، زوجتها لك يا محمد زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شقيا ولا محرومة، وصلي لهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. والآن إلى إجراء العقد، حيث سيتولى هذا العقد ويباشره.